دلالوش يا الولد يا ابني دلالوش، وعدوك سكن بيتي دلالوش. العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. ألوهم. هرول 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 أموتكم وعلي. طبعا مو خيم ما حيوانات، بس احنا البشر قاعدين بيه اللي ماكو حكومه عراقيه. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد واغلقت في وجهه.